خليني اطمن حضراتكم كمان ان اكرم توفيق لاعب الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي بيعود لقائمه الفريق في مباراه بيراميدز المقرر ليها يوم الثلاث اللي جاي في اطار منافسات مسابقه الدوري الممتاز. يمكن كان اكرم توفيق غاب عن مباراه المقاولين الاخيره بسبب عدم دقه المسحه الطبيه ليه اللي خضع ليها طبعا قبل ما تيجي المسحة سلبية مؤخرا بعد طبعا ما تم إعادتها. وأكرم توفيق هينتظم في تمرين الفريق الجماعي بكرة الحد إن شاء الله استعدادا لمواجهة بيراميدز اللي جاية، مواجهة مهمة جدا ومواجهة بنقول عليها البروفا الأخيرة طبعا قبل كأس العالم للأندية. طبعا ومناسبة كأس العالم للأندية برضو، وإحنا عارفين طبعا ظروف الكورونا، يمكن دكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية في نادي الأهلي هيسافر النهارده ان شاء الله لقطر عشان يطمن بنفسه على كل بقى الترتيبات الخاصه بالاجراءات الوقائيه والاحترازيه الخاصه باقامه بعثه الفريق في قطر عشان تستعد لمشاركه الفريق الاول النادي الاهلي في كاس العالم للانديه من 4 ل 11 فبراير. وزي ما عرفنا انه كل لاعيبه الفريق النادي الاهلي سواء اللي هيكونوا موجودين في قائمه البطوله او خارجها هيكونوا ان شاء الله موجودين مع الفريق في قطر. طيب نروح بقى الفريق سيمبا التنزاني اللي بينظم زي بطولة أو وردة دورة ودية بتضم مازيمبي والهلال استعدادا لدوري الأبطال. هتنطلق البطولة دي يوم 27 يناير الجاري، ودي طبعا في إطار الاستعدادات لمواجهة طبعا النادي الأهلي، وزي ما حضراتكم عارفين القرعة أو قاعة الأهلي بطل النسخة الأخيرة في المجموعة الأولى مع فريق فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني. خلينا بمناسبة كأس العالم برضو الأندية نقول إنه طبعا بطولة مهمة جدا بينتظرها كل جماهير نادي الأهلي، يعني وحشتنا مشاركة الأهلي في كأس العالم وفرصة مهمة جدا للجيل الحالي إنه يصنع تاريخ. لغاية النهاردة إحنا بنستمتع وبنحب نتفرج على ونستعيد ذكريات ممتعة الحقيقة لنجوم وأجيال سابقة في النادي الأهلي شاركت في البطولة دي، عشان كده الحقيقة فرصة كبيرة جدا. أنا بتكلم كورة دلوقتي للجيل الحالي من النادي الأهلي إن هم يكتبوا تاريخ محدش عارف ممكن يكونوا عندهم فرصة تانية إنه يكرروه ولا لأ. أعتقد كمان إنه المشوار التمهيدي ومقابلتنا للدحيل القطري أعتقد إنها أعتقد يعني بموازين القوى كده أعتقد فرصة الأهلي وكفة الأهلي كبيرة، حتى وإن كنا بنلاعب صاحب الأرض لكن فرصة الأهلي كبيرة جدا في التأهل لمواجهة البايرن. ومواجهة البايرن في حد ذاتها أنا بشوفها مباراة للتاريخ، يعني بصرف النظر عن نتيجتها أنت بتلاعب فريق بحجم بايرن ميونخ بطل أوروبا ويمكن يكون أفضل فريق في العالم في الموسم الحالي بصرف النظر عن النتيجة، ولكنها مباراة رسمية مع البايرن ميونخ، احنا مش بنتكلم على مباراة ودية، ودي مباراة في مشوار أي لاعب أعتقد لا يمكن أبدا أنها تنسى، فرصة كبيرة جدا لإثبات الذات. على الناحية بقى التحضيرية أو التجهيزية خليني أقول لحضراتكم إنه النادي الأهلي مش سايب يعني أي تفصيلة صغيرة للصدفة. في لي يعني لجنة كبيرة جدا شكلها كابتن محمود الخطيب، اللجنة دي مسؤولة عن تولي ملف مشاركة الأهلي في كأس العالم بكل تفاصيله، سواء زي ما كنت بكلم حضراتكم من الناحية الطبية دكتور محمد شوقي سافر النهاردة قطر عشان يجهز ويحضر ل أماكن إقامة الفريق والأماكن التدريب ويطمئن من كل الإجراءات الاحترازية والوقائية. من ناحية تسويقية أمير توفيق هيكون موجود، ناحية الناحية خاصة بحجز التذاكر والإقامة، الناحية الخاصة بالتواصل مع المسؤولين في قطر عن تنظيم البطولة، كل ده الحقيقة تم الاستعداد ليه والتحضير ليه من بدري جدا عشان يكون مشوار الأهلي إن شاء الله ناجح وموفق.